لو نتساعد لو بنبادر لو نتعامل بمشاعر خطوة بتصفي بالآخر منهج خلي التسامح مبدأنا والتغيير بيبدأ منا بتصير الأخلاق عنا منهج منهج للخير منهج إيمان منهج للغير ولكل إنسان بسم الله الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله حيا الله الجميع باليوم الثاني من رمضان الله تعالى أسأل أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يتقبل منا إن شاء الله يا رب التطور والتغير والتغيير. اليوم بدي حقيقة أبدأ حلقتي بشكر جزيل جدا لكل أفراد العالم لكن بدي أخص بشكل خاص أصحاب الأيادي البيضاء أصحاب اللباس الأبيض الكوادر الطبية في كل مكان في الأرض على ما يبذلون من جهد رائع ومميز في مساعدة البشرية جمعاء على تخطي الآلام وعلى تخطي هاي الجائحة وإن شاء الله يا ربي ربنا يكرمكم ويعينكم ودائما نقول لكم بأننا معكم نفكر بكم وندعو لكم في هاي الأيام الرائعة إن شاء الله يا رب تكون آخر أيام هذا الوباء والبلاء. اليوم موضوعنا غريب شوي وتعمدنا يكون العنوان غريب اللي هو أن نحن وكلمة أن نحن هي مقابل كلمة الأنا أو الأنانية اللي هي الثقافة اللي إحنا لازم دائما نفكر فيها بشكل كامل اللي هي ثقافة أن نحن العالم نحن البشر نحن الأردنيون نحن السعوديون نحن الأمة نحن المسلمون نحن العالم. حقيقة من أسوأ إذا سألت ما هو أسوأ سلوك قد يسلك الإنسان رح أقول لك الأنا أو الأنانية. الأنانية مرات هلكتنا والسنوات الماضية تعبتنا صار الكل ينادي بس بنفسه حتى الزوج نسي زوجته وحتى مرات الزوج نسي زوجها وحتى الأبناء لحالهم والآباء لحالهم والموظفين لحالهم وصاحب العمل لحاله هلكتنا الأنانية. فجاء وباء زي كورونا عشان يذكرنا بأن نحن البشر من يتصرف سلوك سلبي يؤثر على كل البشر ومن يلتزم التزام حقيقي بثقافة أن نحن في عنا منع تجول حظر تجول شامل ولا جزئي فألتزم عشان أحمي حالي وأحمي أن نحن. تعبنا من ثقافة الأنا هلكتنا ثقافة الأنا بدنا نفكر كيف نعيش مع بعض كيف نعيش لبعض كيف نفكر لبعض كيف نخدم بعض كيف نقدم لبعض. وأنا ما لقيت بجوز بالقصص الصحيحة أروع ولا أفضل ولا أجمل ولا أنبل من الهجرة النبوية. مجموعة من الناس هاجروا لمجموعة من الناس أهل مكة هاجروا لأهل المدينة سموا هؤلاء بالمهاجرين وسموا الآخرين بالأنصار. إحنا بنعرف الأبعاد وكلنا بنعرف القصة لكن الآن عم نعيشها ربما حقيقة لما يجي الأنصار يقاسم كل ما يملك مع أخوه المهاجر تحت شعار ثقافة أن نحن المسلمون نحن العالم. داره قسمها نصين. تخيل واحد يروح لزوجته يقولها اسمعي ترى إحنا والأولاد راح نعيش بالنص هذا لأنه هذا النص لأخوي المهاجري هو زوجته وأولاده. فالصحابية الأنصارية تشكر زوجها اللي قدم هذا التقديم. لما يجي لماله يقسم نصين بين الأنصاري وبين المهاجر يجي لمزرعته يقسمها نصين بين الأنصاري وبين المهاجر هذا أكبر مثال على ثقافة النحن. يا جماعة اقرأوا هجرات ترى هجرات البشر كثيرة جدا صارت هجرة لأمريكا وكان هنود حمر موجودين شو صار فيهم
كان في عنا باستراليا هجرة لمنطقة استراليا، هجرات متتالية على مر البشر، لم يكن هناك ثقافة النحن وثقافة الاستقبال بثقافة النحن زي هاي الثقافة اللي إحنا الآن بحاجتها، كانت بين المهاجرين وكانت بين الأنصار، آثروهم حتى على أنفسهم. قصة ثانية من الهدي النبوي، يوم من الأيام تخيلوا معي النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له بردة عباءة مرتبة حلو كثير، فأهديت له أمام مجموع من الصحابة، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وبسط عليها فرحان بهاي العباءة الجديدة. فواحد من الصحابة بيقول له يا نبي الله أعطني إياها، بدي إياها إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فرحان فيها شلحها وأعطاها للصحابي، فالصحابة لاموا الصحابي كيف تطلب من النبي وانت قرأت بعيونه الفرحة بهاي الهدية بالعباءة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج لها. فالصحابي كمان كان رائع، حكى كلمة مشهورة انه انا بدي اتكفن فيها لما اكون في قبري ويسألوني من نبيك، احيينهم نبي الذي كفنني بهذا الكفن. فالفكرة انه قديش الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ايثار حقيقي، وهذا اللي احنا بدنا اياه صراحة بهاي الفترة من الوباء، وهذا اللي يدعون الإسلام دائما وأبدا وكل الديانات السماوية، أن نقف بجانب بعضنا البعض. بدي أذكركم بأنه الآن في مجموعة من الأسر في كل الوطن العربي في كل العالم الآن يصومون وربما يتناولون أول وجبة على طعام السحور. فالأصل في هذا الوباء حقيقة أن نعيش حقيقة الإيثار، أن نعيش حقيقة أن نحن كلنا الحمد لله يملك ربما الكثير وربما القليل، لكن لما نعيش ثقافة أن نحن في هذا الزمان الصعب، أنا متأكد أن الفقير سيعطي للفقير حتى قبل ما يعطي الغني للفقير. الآن الناس سبحان الله بحاجة وبعوز برمضان، وكانوا قبل رمضان وإن شاء الله ما يكونوش بعد رمضان، لكن جميل أن نفكر بالإيثار. الإيثار اللي هو بيعلمنا مش إني أهتم بنفسي فقط، الإيثار بيعلمنا أن أقدم الآخرين حتى على مصلحتي الشخصية، والآن أحوج ما نكون حقيقة بهذا رمضان. فالإيثار حقيقة، وهذا هو سؤال حلقة، شو هو الإيثار يا ترى؟ هل هو إني أقدم مصلحتي، ولا إني أقدم مصلحة الآخرين، ولا إني ما أهتم بحدا؟ الإيثار جوابه عندكم اعتقادي أنه واضح. بدي أجي أنا وياكم لمعنى دقيق جدا حتى في إسلامنا. جميع العبادات أو أغلب العبادات هي عبادات أن نحن توثق تركز تذكر بأن نحن، صلاتنا صلاة الجماعة صلاة أن نحن، لا نصلي على مساجنا لما يؤذن كل العالم، كل الأردن، كل السعودية، كل المغرب، كل الإمارات تصلي سوية، لما نصوم نصوم نمتنع عن الطعام في وقت واحد ونفطر في وقت واحد، نصوم شهر واحد، لما نؤدي عبادات زي الحج والعمرة كلها تذكرنا وتنبهنا على ثقافة أن نحن. وللآن إحنا الآن بحاجة كبيرة لها، كل عبادات الإسلام تذكرنا بثقافة أن نحن. يا جماعة الخير كل واحد فينا يتفقد جاره، سواء غني أو فقير، سواء كنت أنت فقير محتاج بجوز عندك لقمة خبز عن جد والله جارك محتاج لها. ثقافة الإيثار لما نعرفها، أحد الصحابة راح يدور على ابن عمه بعد المعركة فوجدوا ملقى مسجى بده يموت بده يستشهد بده يشرب مي، فمدين له المي، فسمع صحابي تاني بطلب مي فأشر له انه روح شرب اخوي، التاني شرب الثالث لحد ما استشهدوا الثلاثة. بدك اكثر من هيك ايثار؟ واحنا الان بحاجة معاني الايثار. بدي اذكركم بس بكم شغلة مهمين جدا، انه كل سلوك الان يؤثر على ان نحن، يا ريت ننتبه لهاي الثقافة ونكون إيجابيين بهذه الثقافة، نفكر بمجموع الأمة مش بس بشخصي أو بأسرتي أو ببيتي. فاصل وبعده حنواصل أكيد، خليكم على منهج.
والآن راح أكون مع فقرة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب في فقرته اللي بتحدث فيها عن سماحة الإسلام بأخلاقه ودليل الإيمان تطبيق الإنسان لهذه الأخلاق. نشوف مع بعض اليوم موضوعنا عن الاحتكار. حياكم الله من جديد، ودائما رمضان يمتعنا بدروس دين. راح نستمع الآن لدرس متخصص في الدين حول فضاء رمضان وأثره على السلوك مع الشيخ حسين الحوراني. من رحب فيه، حياك الله شيخ حسين. سيدي حياكم. تفضل سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهنيئا لكم أيها الإخوة الكرام شهر رمضان، هذا الشهر الذي أفاض الله سبحانه وتعالى فيه على عباده من الخيرات والبركات، واختصه بفضائل وعطايا لا توجد فيما سواه من الشهور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رمضان إذا أقبل فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فنحمد الله تبارك وتعالى أن بارك في أعمارنا حتى عشنا هذه اللحظات المباركة من هذا الشهر الفضيل، وأسأله تبارك وتعالى أن يتم نعمته علينا وتوفيقه وإحسانه بأن يجعلنا من المقبولين، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم ما يمكن أن يتكلم الإنسان فيه في فضائل هذا الشهر العظيم أن يقول أنه شهر نزل فيه القرآن، وهذه حقيقة أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل إن الليلة التي تشرفت وتزينت بنزول القرآن الكريم سماها الله عز وجل ليلة القدر، تقديرا لشأنها وتعظيما لها وإظهارا لفضلها أيها الإخوة الكرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له في رمضان مع القرآن شأن عجيب، ظهر ذلك أيها الإخوة الكرام في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأثر ببركة هذا الشهر المبارك، وتأثر بتلك الجلسات الإيمانية التي كان يصاحبها فيه جبريل عليه السلام، فيجود بالخير على نحو لم يسبق له مثيل صلى الله عليه وسلم. من هنا نقول أيها الإخوة الكرام، إننا حينما نتحدث عن رمضان فإننا نتحدث عن مدرسة أخلاقية سلوكية لابد أن تظهر آثارها على تصرفات هذا الفرد الصائم. نعم أيها الإخوة الكرام، أقول إن الصيام لا يقف عند حد أن يترك الإنسان جوعه يترك الإنسان طعامه وشرابه، إن الأمر أعمق من ذلك. رمضان حينما شرع الله عز وجل فيه الصيام إنما أراد أن نسمو بأرواحنا وأن نرتقي بأنفسنا فنكون في درجات عالية من مدارج السالكين إليه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى أيها الإخوة الكرام؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة
إن الجبال من الحصى. وتأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. نعم أيها الإخوة الكرام، على الإنسان أن يحافظ على صيامه وأن يصونه من كل ما يخدشه ويقلل من قدره ومنزلته. وهذه رسالة إلى كل من يتخذ الصيام ذريعة لأن يتطاول على الناس بحجة أنه صائم أو أنه معصب فيتجنبه الناس. هذه ليست الأخلاق الإسلامية التي شرع الصيام من أجلها أيها الأحبة. وما أحوجنا في هذه الأيام ونحن نواجه وباء عالميا أيها الإخوة الكرام، أن نأخذ من مدرسة الصيام الالتزام. الإنسان فينا حينما يكون صائما ويقوم إلى الوضوء على سبيل المثال، ويأتي إلى المضمضة ويدخل الماء إلى جوفه يتمضمض فيه ثم يلقيه، وهو صائم يحرص على أن يخرج كل قطرة من الماء دخلت إلى فمه، ويحرص على أن حتى لا يبقي حلاوة الماء في فمه. هذا أيها الإخوة الكرام نابع من مراقبة ذاتية لاطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. ما أحوجنا في هذه الأيام ونحن نواجه هذا الوباء أن يكون هنالك دافع من ذات الإنسان يواجه فيه هذا الوباء الذي لا يعرف له علاج إلا بالالتزام في التعليمات واجتناب الناس والبعد عن مخالطتهم. نعم أيها الإخوة الكرام، طوبى لمن يفقه أبعاد مدرسة رمضان، طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له وهو يتخرج من مدرسة رمضان وقد نال أجمل ما فيها ألا وهو التقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ هذا البلد آمنا مستقرا، أن يحفظ قائده وأن يحفظ شعبه وكل من يساهم في نشر الخير والإحسان بين الناس. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. سيدي حسين الله يرضى عليك، لا فضفوك، شكرا الله. لكم على هذه الوصايا الرائعة. والآن ننتقل اسمح لنا لفاصل ثم نواصل منهج، خليكم معنا. حياكم الله من جديد. والآن مع هذا حقيقة الصوت الندي القارئ عبد الله أبو غزالة ويقرأ ما تيسر له من سورة آل عمران، تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة
عيشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. الفاتحة. شكرا يا سيدي أبو غزالة لفضفوك، واسمحوا لنا نودع الجميع إلى لقاء يوم غد إن شاء الله بنفس الموعد، ورح يكون حديثنا عن مفتاح الفرج.